نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لدى الشعب التونسي هو نتيجة العشرية السوداء. 25% يعيشوا من البوبيلة من البلاستيك، فهمتني؟ 25% من الشعب التونسي، و 50% بطال، و 25% اللي يخدموا راهم الأجور نتاعهم راهي ما عادش تكفي. غلاء الأسعار ثم شوية احنا التوانسة ونقولها بكل صراحة متهورين في المصروف. يا خويا أنا مثلا مش نشري 5 باقات وأنا استهلك 2 باقات نشري 2. ثم ارتفاع مشط في الأسعار وعملية يومية، كأن الأمر ممنهج، كل يوم ثم مواد تختفي وثم مواد ترتفع، حتى الملح اللي هو أبسط شيء ارتفع سعره. وهذه العملية عندها عدة أسباب، منها ما هو مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي والحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا، ثم أن بالنسبة لتونس ثم منظومات متنفذة في البلاد ومستفيدة، تصورت أن الوضع الجديد أو البرنامج الجمهورية الجديدة سوف تضرب مصالحها، فبدأت بعمليات الاحتكار وعمليات ترفيع الأسعار والتلاعب والتهريب، وهذه عملية ممنهجة تشرف عليها عائلات ومافيات معروفة في تونس. حسب الوثائق الرسمية والتصريحات الرسمية، يعني إلى غاية 7 سبتمبر 2022 تراجعت يعني قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي بقيمة يعني بنسبة 16.13%. هناك أسباب خارجية وأسباب داخلية. الأسباب الخارجية متمثلة في الضغوط التضخمية والأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع قيمة يعني الدولار بسبب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أيضا هناك عوامل داخلية وهو وضعية الميزان التجاري التونسي. لنا عجز في الميزان التجاري عالي وعالي جدا أثر على قيمة الدينار. فاتورة التوريد ارتفعت، هذه تداعيات يعني أولى. أيضا ذلك يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى الفاتورة الاجتماعية. من 30 إلى 40% من الديون التونسية مقومة بالدولار، يعني عندما يرتفع الدولار في مقابل الدينار ترتفع الديون أوتوماتيكيا. يعني الارتفاع الدولار سيؤثر بشكل كبير على السوق التونسية من خلال ارتفاع أسعار المحروقات التي تستعمل في إنتاج كل شيء في تونس، وهو ما سيؤثر على الأسعار. أيضا ارتفاع الدولار سيؤثر على المواد المستوردة. إذا احتسبنا النسبة الجملية أعتقد أنه 8.6% نسبة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار في الخارج. أعتقد أنه التضخم ينجم التضخم المستورد يصل نسبته إلى من 60 إلى 70%. Thank you.